هذا قاله حفتر الآن وقاله عمليا قبل في سنة 2014 عندما قام بمحاولة انقلاب عسكرية من طرابلس، وأعلن بكل يعني على العالم على تجميد الإعلان الدستوري والقبض على أعضاء المؤتمر الوطني وانقلاب على الديمقراطية التي الآن هو يتحدث عنها. وكذلك عندما دعي إلى مؤتمر غدامس قبل شن حربه على مدينة طرابلس رفض هذا اللقاء وهذا المؤتمر ورفض الحلول السياسية واتجه إلى الحرب. فنحن نعلم أن هذا المتمرد عندما يتكلم عن صناديق الاختراع يتكلم عن أنه هو الفائز، إذا لم يفز هو يعني يقصد إذا لم يفز هو فسوف يعني ينقلب على هذه الانتخابات ويتهم بالتزوير ومستمر في مشروعه السابق وهو السيطرة على الحكم في ليبيا بالقوة. فلذلك هذه الانتخابات في ظل هذه الأوضاع السياسية يشوبها كثير من الغموض الآن، وأعتقد أن السماح أصلاً لشخصيات مثل المتمرد حفتر الذي لا يؤمن بصناديق الاقتراع ولا يؤمن بشيء اسمه انتخاب الشعب ولا يؤمن بقرار أو بحكم مدني أن يشارك في هذه المسألة، هو عبارة عن محاولة لإيجاد له دور أو محاولة للسيطرة السياسية عندما انهزم عسكريا في طرابلس وتراجعت قواته التي كانت تحاصر مدينة طرابلس. خلينا عن هذه النقطة أستاذ خالد لو سمحت لي، لأنه يعني هذه الصيغة ربما يفهمها أصغر طفل في ليبيا، من فشل بالدخول إلى العاصمة الليبية عنوة عبر عدوان عسكري الآن تحاول أطراف عدة إعادة تعويمه سياسيا، بل إعادة يعني تسليمه رأس السلطة في ليبيا كما يبدو.